السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ناس كتير جدا جدا بيستخدمه على مستوى العالم عشان تحفظ كلمات السر، زي ما احنا عارفين كل شوية كلمات السر بتسرق، وكل شوية بتلاقي موقع سرق كلمات السر بتاعتك، فانت ممكن تسيفها هنا وتقدر ان انت تستخدمه بعد كده سواء من على المتصفح او سواء من الايميل بتاعك. يبقى انت تحفظ بس الباسورد بتاعك على الموقع دوت، وبعد كده مش هتقدر تحفظ الاف الباسوردات على مستوى العالم. فهو ده بينظم لك الباسورد بتاعك في كل المواقع، وتقدر ان انت تحمي الموقع بتاعتك او كلمات السر بتاعت الموقع بتاعتك. تقدر تختار ان انت تعمل داونلود، فهتلاقي ان هو بيشتغل على ويندوز وعلى ماكنتوش وعلى لينكس وعلى كل المتصفحات ديت. اعتقد ان يعني اغلبها بيشتغل كروم او سفاري. بريف ده قوي جدا في الحماية وفي كلمة السر، فده ليه مزايا كتير جدا، يعني ناس كتير بتحب تستخدمه. ده اوبن سورس. مايكروسوفت ايدج اللي هو تبع مايكروسوفت، لكن كان الفترة اللي فاتت قليل اللي بيستخدمه، لكن مع التطور الجديد بالذكاء الاصطناعي ناس كتيرة بدأت تروح لمايكروسوفت ايدج، بيدي خدمات حلوة في الذكاء الاصطناعي. وممكن تسطبه عندك على الاندرويد او تسطبه على الايفون. فمعاك في كل مكان. طب تعال نشوف الاسعار. هتلاقي لو في تيم ب$4، طيب الشخصي ممكن unlimited device كله بدون حاجة خالص، وممكن تاخد بعض الخدمات ب$1 في الشهر. فدي شوية مزايا جميلة جدا، يعني ممكن تشتغل ببلاش او $1 في الشهر، يعني $10 في السنة كلها.